أدعو يا أستاذ بكري، أدعو تماما إنه يتم سن قوانين سودانية تحترم حقوق المثليين رجالا كانوا أم نساء. ليه؟ لأنه هذا القانون الحالي ينتهك الكرامة الإنسانية بتاع التجريم، ينتهك حقوق الإنسان العالمية، ينتهك أي اتفاقيات دولية. دكتور تنادي بالاعتراف بالمثلية الجنسية تماما، تنادي بالاعتراف بها ونديهم حقوقهم كاملة دون أي تمييز سالب. بتقول لي والله يا أخي السكرتيرة دي لقيتها عملت حاجة ما كويسة، أنا رفضتها من الشغل. أنت هنا كده خالفت القانون، خالفت القانون الدولي الإنساني، خالفت حقوق الإنسان. وين خلينا من حقوق الإنسان والقانون الدولي؟ وين تشريعاتنا السماوية؟ وين قيمنا السماوية الدينية كمجتمع مسلم محافظ؟ وين أعرافنا وثقافاتنا وأخلاقنا وتقاليدنا؟ أنت ترفض كل العلاقات غير الطبيعية. نعم، أنت هنا بالضبط بتقول في كلام بيتنافى مع القانون الدولي. فليتنافى لما توصف، أنا بتكلم عن عقيدة، بتكلم عن عقيدة بكري. أنا معتقدة توصف بتكلم عن أعراف خاصة بي. أنا ما جاي توصف سيدة أو شابة إنها غير طبيعية أو إنها غير سوية، أنت هنا بتتناقض مع حقوق الإنسانية الأساسية. وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ده تعليق على حلقة كانت في إحدى القنوات السودانية مع واحد بروفيسور في الطب النفسي اسمه علي بلدو، شاق شعره كده نص ممشطه وبيعمل في حركات عجيبة جدا. المهم الزول ده قال أشياء كفرية في الإسلام. الشيء الأول، أول ما جاء داخل الاستوديو استقبلوا بموسيقى، قالوا دي خاصة به، يعني بيستقبلوا بها، وبنات بغنن سيا بلدو إلى آخره، وبيستغيثن به من دون الله سبحانه وتعالى. حتى أول ما قعد المزيج سأله قال لي طيب حكاية الغنية اللي بيستقبلوك بها دي شنو كده؟ فقال أول حاجة دي فيها استغاثة به، هو يعني استغاثوا به وشان يصلحوا حال البلد ويشكلوا حال السودان اللي وصل له من الضائقة وإلى آخره عشان هو ينقذهم. وطبعا الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ده شرك بالله وكفر أكبر، لأن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله لا تكون إلا بالله. الإنسان يستغيث بالله ما يستغيث بغير الله، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والله عز وجل هو الذي يغيث الملهوف، وهو الذي ينصر المظلوم، وهو الذي يعين الضعيف، وهو بيده النفع والضر. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ومعنى من الظالمين يعني المشركين. دي أول نقطة، ودي أخطر حاجة جاب الزول ده، وكلامه كله خطير ويناقض الإسلام والقرآن والسنة تماما. النقطة الثانية جابها اللي اسمه علي بلدو ده، قال لابد من وضع قانون، يعني في خلاصة كلامه لأنه كررها كثير في الحلقة ساعة وتسعة وعشرين دقيقة أنا حضرتها، لابد قال من وضع قانون لحماية المثليين كما قال، يعني الذين يعملون عمل قوم لوط من الرجال، وكذلك النساء الذين يفعلون السحاق، يعني راجل مع راجل ومرأة مع مرأة والعياذ بالله. فهو بيأيد الشغلة دي كلها وقال لابد يضعوا لها قانون ويحموهم بالقانون عشان يمارسوا الرزيلة والفواحش بتاعتهم دي بأمان، حسب ما زعم هذا البروف الممشط شعره شاقينوز ده. بل قال يضعوا قانون يجرم الإنسان البنكر عليهم، يعني لو قلت لهم ده عمل قوم لوط وده حرام ودي فاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين إلا قوم لوط وكده، يعني من قبل قوم لوط ما كان فيه، يقول لك لا 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 القانون يحمي النازير، إذا قلت لهم اتقوا الله ده حرام القانون يجرمك. أول حاجة ده استحلال لما حرم الله. واعلموا أيها المسلمون أن استحلال ما حرم الله أشد من فعل ما حرم الله، لأنه الذي يستحل ما حرم الله ده اتخذ نفسه مشرع مع الله، ومن أطاعه في ذلك فقد اتخذه ربا
وشريكا بالباطل مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية دي، فسمع عدي بن حاتم رضي الله عنه كان أسلم جديد وكان نصراني قبل ما يسلم، فقال يا رسول الله إنا لسنا كنا نعبدهم. النبي عليه الصلاة والسلام ده يوريه عبادتهم كيف، قال لأ وليس يحلون لكم ما حرم الله ويحرمون لكم ما أحل الله؟ قال نعم، قال فتلك عبادته. فالإنسان اللي بيستحل ما حرم الله ده أخطر من الإنسان اللي بيفعل الفاحشة ذاته. ليه؟ لأنه استحلال ما حرم الله كفر، والبطيع المستحل فقد اتخذه ربا وكفر بذلك. فالرجل ده بيحلل المسألة دي، بيقول يضع قانون لحمايته ونشره في المجتمع، ويضع قانون تاني لتجريم الإنسان البنكرة، البنكر عمل قوم لوط والبنكر السحاق، وده طبعا مخالف لصميم الإسلام، مخالف للقرآن والسنة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، حديث صحيح كما عند المنذر في الترغيب والترهيب، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ده لي شناعة هذا الفعل يا جماعة، ده فعل شنيع جدا، وده أفظع من أي جريمة من الجرائم الأخرى التي ترتكب بسبب الشهوات، لأنه جريمة أول شيء غير أنها مخالفة لجميع يعني الشرائع، دي جريمة مخالفة للفطرة، للفطرة. البهائم ما بتسوي كده بالمناسبة، البهائم كلها وحتى الحشرات ما والحيوانات ما بتسوي زي الشيد دايره على بلده ده. فالناس يتقوا الله سبحانه وتعالى وما يسمعوا كلام هؤلاء، ويتخلعوا بالشهادات العليا الجوفاء الصماء البكماء العمياء، بروف فلان يجي يقول للناس لابد نعمل عمل قوم لوط، بروف فلان، ويعمل في حركات ذاته عجيبة جدا بيدينه في الكلام، عجيبة ما لا بتتوصف ولا بتشاف. فده يتقي الله. والنقطة ده نبه لأنه زول ده غاش النساوين، ده ذاته علي بليد بلده ده غاش النساوين، قاعد يقول لهم، قال أي مشكلة بين مرة وراجلة فاتح قال مكتب قال بحله، انت قد يحل مشكلتك ولا حاجة في الموضوع اللي ذكرته ده. فاتقوا الله يا معشر أهل السودان، السودان فيه ناس طيبين وناس كريمين وناس رجال، ده ما إذا يتنافى مع الرجولة ذات. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، واعلموا إن الناس لو حاربوا ربنا ما بيلقوا شيء غير الدمار والهلاك والعذاب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.